مساء الخير يا كابتن مدحت. يا اهلا وسهلا. خليك. كلنا اذان صغير. طبعا ازيك والف مبروك على امبارح وعقبال كل ماتش ان شاء الله. ان شاء الله الله يبارك فيك ربنا يخليك. اتفضل يا كابتن. بس عشان سمع الحديث طبعا بتاعك البرنامج كله الواحد متابعه يا كابتن مدحت. طبعا مش هتقدر تغمض عينيك انا عارف. فهي بس عايز اعلق بس على اتفضل اتفضل. لانها تخص اللعيبه عندنا طبعا الفرقه كانت حته بالنسبه مبدئيا لاحمد غانم. احمد غانم ده لعيب مهم جدا في الفرقه طبعا وراجل طبعا لما حضرتك بتقول مثلا ينفع بين غانم مثلا ياخد مليون وشيكابالا سته ماشي فيما صح لان في فوارق كبيره فطبعا دي احمد غانم انا بتكلم من الجانب الفني فقط لا غير. لا معلش يا كابتن بس هو ليه دوره الفني طبعا اي لعيب مش بتكلم على غانم بس اي لعيب ليه الدور بتاعه فمش عايزين نقلل من اي من حجم اي والله لعيب. العظيم مقصود واقسم لك بالله انا مقصد التقليل منه ولكني اضع المقارنه الفنيه المترجمه ماديا. ما هو كابتن حضرتك لما يبقى فيه المدافع في مدافع ليه قيمه وفي فرود يبقى ليه قيمه طبعا بس ما لهاش علاقه بالناحيه الفنيه. اهم انا بعرف انا مدافع بعرف امسك كويس بعرف ادافع بعرف اطلع في ايدرز اعمل تاكلين كويس ابقى راجل شايل فرقتي او طبعا. عامل جهد كويس وليا قيمتي الماليه تمام يا كابتن. النقطه اللي انا بتكلمها النقطه الثانيه نعم. ان احنا القيمه الماليه بالنسبه لاي لعيب لما يجي لعيب مثلا زي حسين ياس لما يعمل عقد الراجل ارتضى ومضى وخلاص يعني دي اي اسم لما دام اللعيب مضى ارتضى بالرقم اللي هو خده خلاص يبقى ده نصيبه وده حقه تمام. لما يجي واحد جديد مثلا ولا بيجدد او محمد احمد اي اسم يا كابتن جاي يجدد من حقه ان يقول واحد اثنين خمسه هو وشطارته لو قال خمسه والناس تجاوبت معاه يبقى ده حقه ودوت رزق. لو واحد تاني انت جيت النادي بتتفاوض معاك طلبت خمسه يقول لك ثلاثه يبقى انت خلاص ووافقت على الثلاثه يبقى ترتضي. هي القصه كلها كابتن دي وجهه نظر تسمح لي اقول لك وجهه نظري طبعا. احنا اكيد بنتفق في امور وبنختلف في امور أكيد. انا وجهه نظري مختلفه عنك كابتن ابراهيم طبعا. انت النهارده لما بتيجي بتحط عقد لاعب معين انا ما بقصدش حسين لكن احنا بنتكلم حسين فنيا ارتضى رقم معين لما اجي لاعب تاني عندي مش موضوع ان هو شاطر او بيلوي دراع عشان يزود او عرف يتفاوض او لاخره لا انا حطيت كوتا فنيه انا عندي الاستاندرد ده بالشكل ده ثمنه عندي كذا مش بشطارته في التفاوض ولا بان هو عرف يلوي دراعي لما سابني وسافر وراح يمضي عقد تاني مزدوج او لاخره لا الكوتا الفنيه دي تستحق كذا او ما انا احافظ على معنويات اللي حواليا دي وجهه نظري. ماشي يا كابتن اقول لحضرتك حاجه فضل. دلوقتي حسين لما جه من احنا بنتكلم عشان حضرتك قلت حسين ما ينفعش ياخد لانه الفرق حسين. فعلا من وجهه نظري ما ينفعش لما جه ظروفه الفنيه وظروفه المشاكله والضغوط والحاجات ما كانش بيلعب فتره طويله وكان هي برضو ان هيجي حل طب الاهلي ما بيلعبوش ليه؟ هل ممكن طب ممكن يكون احنا مثلا الجمهور وما في لعلمك حضرتك برضو جوه النادي برضه كانوا متخوفين ومش فاهمين ومحدش اتفرج على حسين كتير يا كابتن. نعم. لما ساعتها قلنا لهم لا حسين ولعيب كويس ولعيب منتخب. انتوا شفتوه واخترتوه. هو ساعتها ما كانش القيمه بتاعته واضحه للناس. تمام. الحقيقه وحسين كان عارف كده. تمام. ساعتها كان بيقول ما اتكلمش في حته فلوس، بيقول انا مش عايز فلوس، انا عايز اهم حاجه عندي ان انا اثبت للناس كلها اللي ظلمتني ان انا انما حته الفلوس دي يا كابتن انا اخر حاجه افكر فيها. تمام. وده كلام حسين. بعد كده الموضوع اتغير لما ربنا كرم فاذا يبقى انا راجل ارتضيت لما يجي النادي يعمل حاجه جديده او يعلل او يعدل العقد يبقى ده يبقى خير وبركه طبعا نعلي حته او النادي يقول اعمل جزء مش اشرط على النادي لا لا ما يشرطش طب اللي حصل ان النادي قدر حسين وقال له حسين انا مزودك مثلا هزودك 100,000 دولار فوق العقد بتاعك كويس الكلام ده في خلال 4-5 شهور يا كابتن كويس يبقى نقول ايه اقول شكرا هو ما عدلش على الرقم تمام ادي واحد نمره اثنين ما جيش بعد ما عملت العقد ثاني عايز اعمل كمان بعد ما خدت خطوه كبيره ان انا زودت مثلا العقد بتاعي 100,000 دولار اقول انا عايز شرط جزائي تمام فما ينفعش انا بتكلم ده حوار انما حسين دلوقتي مستقر واموره هاديه والراجل طبعا الماتش اللي فات انا شايف من وجهه نظري ان هو يعني يعتبر احسن واحد في المباراه هو كان نجم المباراه وجوده لما 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 ينسى كل الحاجات دي فحسين طول ما في الملعب جامد طول ما في الملعب بيعمل زي امبارح كده
اكيد الناس هتدي له عينيه، بس طبعا طبعا مش بالضغوط. لا لا مش بالضغوط، لا مش بالضغوط، والعدل اساس الملك. اتفضل. نقطه ثانيه اخيره، زي وحضرتك برضه، عشان الناس، في ناس كابتن بتقعد تتفرج على حضرتك. لا تحت امرك كابتن، اتفضل. لو حضرتك كلمت ضغطت على الاهلي شويه الناس على الاهلي بتزعل، لو ضغطت على الزمالك شويه الناس على الزمالك بتزعل. نعم نعم. فانت حضرتك عارف طبعا ان هي خلاص هي مصر، ولو كل حد يجمع مصر اهلي وزمالك وزمالك واهلي. انا هتكلم على نقطه حضرتك برضو، نفس لما تشبيه نقول سيد معوض، سيد معوض دوت لعيب هايل جدا ومهم جدا في النادي الاهلي طبعا، الاهلي بتاعه 700,000 جنيه، عنده في لعيبه ثانيه مثلا زي محمد شوقي، زي حسام غالي، زي بركات، زي ابو تريكه، العقود بتاعتهم 6 و7 مليون و5 مليون. اشمعنى لما الراجل طلب يجدد محدش ليه علق على الموضوع؟ فهو برضه لا، بس انا عايز اؤكد لك ان سيد معوض عقده مش 700,000 جنيه خالص. بتاع سيد معوض ما تقلش عن اللي انا اسامي اللي انا قلتها دي. النادي مثلا النادي لا، بس عايز اعدل لك 100,000 جنيه. كابتن ابراهيم ما قلناش ليه يا كابتن؟ لا هقول لك بس حاجه صغيره. سيد معوض عقده مش زي اللي انت قلته خالص، بعيد كل البعد. مليون لا 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 معدي خالص، معدي خالص يا كابتن. احنا انا عارف، انا بقول لك، انا عارف، انا بقول لك ايه. ما هو الكلام، ما لا ممكن يكون اتعدل دلوقتي. مش سيد معوض يا كابتن، حضرتك متابع وراجل اعلامي، وكنت شايف الفتره اللي فاتت سيد معوض عامل مشاكل عشان عايز يعدل العقد بتاعه. اه انا بقول مثلا مع حضرتك برضو، ما هو نفس الشيء، لانه مدام طبعا نفس الشيء اقل من الناس دي بكتير، لانه اللاعب بيتعب نفسيا لما لا انا لعيب كوره وبعمل لك اهداف وكذا وكذا وكذا. حضرتك ما قلتش مثلا ليه سيد معوض، اني برضو راجل، انا شايف ان سيد معوض راجل، بس على فكره هو ما عملش مشاكل، هو ما عملش مشاكل سيد من معظم الفراوده كمان يا كابتن. بس هقول لك حاجه، سيد ما عملش مشاكل في عقده خالص، لان هو لانه عقده اتظبط تظبيطه محترمه جدا 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 مع العقود الجديده اللي اتعملت، ما عملش مشاكل. يا كابتن حضرتك انت مش بتلعب من ده، الكلام ده بقاله مثلا بتاع 10 ايام ولا اسبوعين ولا حصل كده، انا ما عنديش فكره. اكيد حضرتك اصلا لا، ده مشكله الاعلانات يا كابتن ابراهيم. نعم كابتن ابراهيم، دي كانت مشكله الاعلانات مش عقده. كابتن كان مشكله الاعلانات مش مشكله عقده. ما هي مشكله، ما مش عايزين نرجع تاني تدخلني في الحاجه اللي لا لا لا، انا بشرح لك. عايز اتكلم فيها. انا بشرح. اسمها اعلانات يا كابتن. في حاجه اسمها اعلانات يا كابتن. في ايه؟ في حاجه اسمها ان انا اعمل امضي اجي اعمل عقد جديد مع النادي، مع نادي او لعيب لسه داخل على نادي معين، اعمل عقد مع النادي بتاعي واعمل مثلا ب 2 مليون، واعمل عقد ثاني خارجي ب 3 مليون اعلانات. لا سيد معوض، انت بتتكلم على سيد، بقول لك مشكلته مع اداره الاهلي، اداره الكوره كانت خاصه بان هو صور اعلان والديل اللي ما بينهم ما كانش متظبط في جزئيه الاعلانات. الاعلانات دي موجوده في اي تعاقدات على فكره. ده كان رسمي يا كابتن، تعديل العقد يا كابتن. راجع بس كده محمد نصر هيراجع معاك. تعديل العقد، كان زعلان عشان بيقول ان المبالغ بتاعته ما تناسبهوش دلوقتي بحجمه في الفريق. طب انا هتاكد، وبكره في مساء الانوار هقولها في الافتتاح تبعها وهتاكد تماما. انا بتكلم ايه يا كابتن حضرتك؟ نعم. كل لعيب زي اوروبا كده والاحتراف، اي ما فيش حد بيشوف عقد زي زميله. فانا مثلا ابراهيم ياخد النهارده 10 قروش وحسام ياخد 15، انا ما اقدرش، هو ما بصش انا ارتضيت ولا ما ارتضيتش. طب عايز اسالك انت سؤال. انا النهارده خد 6 خد 5. عايز اسالك سؤال يا كابتن ابراهيم. النهارده انت باك مصر الاول وما شاء الله احتلت هذه المكانه سنوات طويله جدا جدا جدا، دفاعا منتهى القوه.